شو يعني هالسردة؟ يعني البنت ضاعت. كيف يعني ضاعت؟ يعني يا حبيبي هودي النسوان هيك شغلتهم. معقول؟ معقول وناس. هودي بيتلقطوا بالبنت، بيسيروها، بيسخوا عليها، بيشغلوها. ايه وردت هالفكرة على راسنا انا والبابا. والله وقاعدين لابدين؟ ماما مش لابدين، قلت لك وصينا الويترس نجات انه هي رح تخبرنا بس تشوف المرأة اجت على الكافيتيريا. اه عملتها ملطش مصلاية. عم تعطيها للويترس بخشيش كتير كمان. اه هيدي هي. طب انه مش مكشوفة هالشغلة؟ يا حبيبتي اذا لعبت صح؟ لا ما هي ما بتجبر، بتترك البنت على راحتها حسب حاجتها، بتغريها بلسان الحلو بشوية مال مش أكتر، ولما انتصحت إجرى الصبية بتتحكم فيها. إيه هذا اللي مخوفني بكاتيا، إدمانها على المخدرات هو زحتة الأجر برضاها. يعني بعرف صحيح. ليك حبيبي رجع رجع وصف لي اياها هالست. بونجور سلمى عوض. اهلا وسهلا مدام، تفضلي. ميرسي. سوري اذا جيت لعندك بلا موعد. هو الموعد اجمالا اامن بس الصدفه احلى، عفويه اكثر. قولك هيك؟ اكيد هيك. شو بتحبي تشربي؟ نو ميرسي، ما بدي اخذ من وقتك كثير. سبب الزياره؟ بزنس مدام خير، بزنس. حضرتك بمجال الازياء؟ لا للحقيقه انا بعده مجالات، الي مده شوي طويله بالبرازيل، هونيك البابا عنده مزارع بن. مين البابا يعني؟ لازم تعرفي ريكاردو عوض. لا ما بعرفه. هو له مدة طويلة بالبرازيل، عنده مزارع بن هونيك، اشتغل فيهم ووصل. وحضرتك بنفس الدومين؟ للصراحة لا، خيي بالدومين ذاته، أنا حبيت اشتغل بلبنان وضل بلبنان. وشو الدومين؟ ما تريده النساء، مثل فيلم ميل جيبسون. يعني تجميل، أناقة، أزياء، برودوي دو بوتي، اتسيتيرا. وين فاتحة؟ هلا للحقيقة مش فاتحة. جيت لعندك لحتى افتح، تنصحيني شو افتح وشو سكر، وهيك بنعمل بزنس سوا. البزنس بده راس مال. ولو في كتير. عظيم. إذا هيك لكن خلينا نشرب شي. كافي بلان سيل فلي. كافي بلان؟ هيك بتكون قعدتنا أبيض من البياض وعلى بياض. ليش لا؟ اثنين كافي بلان لعندي. اهلين. ميرسي. عمو نادر. عمو نادر. عمو نادر. شو بدك؟ تعال هون شوي. خير؟ شو بدك؟ عمو نادر زهقانة. بجيب لك شي تقريه؟ وين السلولار تبعي؟ ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ وينو السلولار؟ عن جد ما بعرف صدقيني. انت بتقعد حدي. اقعد حديك؟ مش حتى شو؟ تخبرنا قصة اتسلى. عتقيني الله يرضى عليكي. لا بليز. تقعد حدي. بلي هون هالحركات. خبرني قصة. قصة شو؟ حيالله.
حلي عني. شو صار؟ شو هاي؟ شو هاي؟ من وين الله بعت لي اياها؟ روق روق الله يستر الله يستر. الله يستر. روق روق يا ريت إذا عندك وقت بتمنى. لحقنا وقعدنا وهيئتك جدية مدام عوض. مادموزيل بليز، بتعرفي على كل حال خلص الفرنسوية وحدوها احتراما. هيك لازم. تفضلي. هول كل الكتالوج فيه تصاميمي وشوي بالتصاميم غيري. واو برافو. سوري بنتي ما عرفت في عندك ناس. فوت بابا فوت. مدام عوض سلمى عوض. تشرفنا مدام عوض. ميرسي. واو شو هالبابا الإليغون. رشيد خطار. رشيد خطار بتعرفيني؟ مش الاكس مينيستر؟ هو بذاته. وانا قلت اليوم مبلش حلو ومكفى حلو. شو بدي اقول انا لكان مدام عوض؟ سلمى بليز سام في بليزير. تفضلي تفرجي على الكتالوج شو فيهم. مستر رشيد بتحب تتفرج معي على الكتالوج؟ صراحة ولو طلعت تقيل شوي تفرجي انت على الكتالوج وانا بتفرج عليكي. مدام جمال. وي بيك كتير خطير. متأكد يوم بدك ياني انزل معك؟ لا اكيد حبيبي. ما بدي تعتل همي ومش ناقصك مشاكل. طيب مام انزلي رح انطرك هون. حبيبي انت رح جرب ما طول. تبعي على حالك. مدام ميسم شو هالمفاجأة؟ أنا كتير زعلانة منك كرم. مني؟ ليش ستنا؟ ولو هيدا وش الضيف إنه نديم مختفي وأنت كمان؟ شو هالصداقة هاي؟ معلش ست ميسم بس مش على البوابة. ليش أمتين أنا حكيتك على البوابة؟ إلك بالعادة تعزمني على فنجان قهوة. بس بفتكر اليوم ما فيني أعزمك على فنجان قهوة وما فيني أترك البوابة. طيب أي ساعة فيك تترك البوابة؟ يعني ميسم عبود؟ أهلين. عنا مبين. إيه. لأنه نديم مش مبين. بقدر نسألك وينه؟ دونزال منى سأل عنك الوالد إذا وصلتي. غريب بابا ضيع تليفونه ولا نسي نمرتي. تصوري ميسم البابا بيسأل السكيورتي عني إذا وصلت يا ما لقى. إيه هول بيات آخر زمن. عقولتك. تفضلي نشرب قهوة عندي بالمكتب. ما بدي عطلك أنا جاية حتى. معلي بليز. أكيد. انه شو جاي تقولي لها؟ جاي تشوفيني؟ شو بدك تفضحينا؟ مين قال هيك؟ بدي اقول لها انه انا جاي على الدار حتى اسال عن قديم اذا حدا عرف عنه شيء. وبدك تطلع معها لفوق على المكتب؟ بنترك ليصير عندك وقت تشربني فنجان قهوه ونحكي كلمتين. مدام ميسم اعملي معروف، اوعى تجيبي سيره باللي خبرتك اياه. خبرتك شو؟ عن شو؟